السلام عليكم خاوتي أزول، تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم، قناة أورنفينال دي زاد، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية، ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. وما ننساوش تحية عطرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. خاوتي حصة اليوم إن شاء الله نتكلم على أمر مهم ومهم جدا، هو على المقارنة بين الناخب الوطني الجزائري جمال بالماضي والناخب الوطني التونسي جلال القادري. كم يتقاضى جلال القادري وكم يتقاضى جمال بالماضي، ومن تفوق تكتيكيا على الآخر؟ ليكون في علمكم خاوتي، مدرب منتخب تونس رقم تشوفوا فيها يتقاضى 130,000 أورو سنويا سنويا، يتقاضى حوالي 60% من أجر بالماضي في الشهر، ويتلقاه سنويا. بالماضي يتقاضى 232,000 أورو. يوسف القادري، عفوا جلال القادري، يتلقى 130,000 أورو سنويا، والقادري يتلقى بالماضي 232,000 أورو شهريا، ونزيدوا لها 50,000 أورو حوالي مليار سنتيم تاع إشهار شركة موبيليس. ياكم تشوف صورة في موبيليس 50,000 أورو شهريا. هيا ضروري كومبار. وجلال القادري يتلقى حوالي نقولوا 12 شهر على 10,000 أورو، هي 120,000، تبقى لها 12 شهر حوالي 11,000 أورو، 11,000 أورو شهريا. الاتحاد التونسي يخلص وديع جري، وديع جري يعطي 11,000 أورو فقط لجلال القادري، حوالي 200 مليون جزائري و 230 مليون جزائري شهريا، وحبيبنا 5 ملايير شهريا. اللي يخصه أجوان تاع بالماضي 25,000 أورو ما يديش الناخب الوطني التونسي. ومن تفوق تكتيكيا أمس، البارح جلال القادري ضد تونس ضد الجزائر صال وجال واكتسح بالماضي تكتيكيا، أغلق له كل المنافذ بخطة قوية. جلال القادري فاز على وصيف بطل العالم، وفاز على بطل العالم في نسخة 2018، فاز على منتخب فرنسا بالأداء والنتيجة، فاز على منتخب فرنسا بالأداء والنتيجة. شفوا عليكم دي متقاطع، ودخل مبابي، دخل كريزمان، قاعد دخلوا دوزان ميتون، ما طلبوش يربحوا تونس، لأن الخطة كانت قوية، وكان نهج تكتيكي، وكان خطة لعب لمنتخب تونس. كان يقول لك تونس لعبت الدفاع، ما لعبتلكش الدفاع. تونس اللي يكون في علمك كانت ناقصة بثمان لاعبين أساسيين ضد الجزائر، ونفس الفريق اللي لعب ضد غينيا الاستوائية في غينيا الاستوائية نفس الفريق شارك ضد الجزائر، ما كانتش عندهم راحة. وآخر 25 دقيقة المنتخب التونسي انهار بدنيا، ولكن المنتخب الجزائري حوالي 95-95% المنتخب جديد، مشي هو اللي لعب ضد اوغندا في ملعب محايد في جابوما الكاميرون. هذه سيتولوجيك لي غا، علاش نزيدوا عليكم، نعطوكم حقائق. المنتخب اللي لعب ضد تونس، المنتخب تاعنا، مشي هو اللي لعب في جابوما، شكون متفاهمين؟ المنتخب تغير بنسبه حوالي قول 99-95%. كاين خطه لعب، كاين طريقه لعب، ما كانش عقم تكتيكي وفقر تكتيكي. مدرب يخلص حوالي نصف
شهرية تاعها سنويا، يخلص 300 قروش سنويا مش شهريا. كيما راه يخلص فوا 23، يخلص 11000 اورو، 11000 فوا 23 شحال؟ فو ثلاث الماضي يخلص 23 مرة أكثر من جلال القادري. مدرب هو أضعف سالير في كأس العالم الأخيرة، تحل تحت المرتبة الأخيرة. إفريقيا قال لي يخلص 2 3 قال لي لا يخدم باطل صحاف لافريك نقولوا. يعني يجري يدي 5000 6000 4000 نورمال. هيا واش نقول واش نقولوا نروح باش نقابلوكم نروح حاو حشمو على عرضكم هاو كان بيتو دونا فري هايشات هاو لقيتو هايشات تلعبو عليهم في لي باش تاع تخرفيش وزيد قل نربزة قلة احترام كل شي متكور هاو نروحو بكم يا الخاوة ونروحو بكم بهاد العبودية والتقديس. مدرب متعجرف، مدرب متهور، ما في حتى حاجة. عقم تكتيكي من 2019 ما كانش خطة لعب صح. 2019 كنا لعبنا بالجرينتا ومحاربي الصحراء، لعبنا جرينتا ومنا وغرس غرس ديك الجرينتا، وانا باللي شكرناه باللي غرس الجرينتا وغرس واحد الحاجة في اللاعبين هي باش جابوا اللقب الافريقي. اللي كنا ما نقعدوش عايشين في الباسي، عايشين في الباسي، عايشين في الماضي، بالماضي عايش في الماضي، عايشونا غير في الماضي. يا الهيشر ويا صحافة بوضو وصحافة الشيتا، ما تردوا منتخب مملكة خاصة ليكم والشلة تاعكم والعصابة تاعكم. كاين بعض الصحفيين للأسف مساكين والو، والله ما يدي مقلب صحيح شي سومبيتي يا ويقتل على جاب الماضي. يا وليدي راك كبير، حنا على الشيطان لازم ما تكونش تابع لأي طرف. حنا الحمد لله ما تابعين لأي طرف ونتحدى أي طرف يملي علينا. أنا ما عندي تصاحب وما عندي حتى طرف، اللي غلط نعطيه. هذا المدرب خاطر على الكرة الجزائرية، خاطر خاطر وخاطر. هيدوك قابلونا البارح تونس كلاتنا تكتيكيا، تفوق تكتيكي لا مثيل له. لعب لاعبين شبان جدد المنتخب التونسي، تحيز تحكيمي للجزائر، ضربة جزاء حقيقية للمنتخب تونس. ضربة جزاء هذيك ممكن ما تتصفرش على الجزائر، لأنه السيد ما حلش يديه بزاف، شغل البولة جات عنده في يده. دوزيام ميتون بريمي ميتون تونس ما لعبت بولة، لعبت. أنا شوف قولوا لي شاه بعد ما طقناش ولا نديروا محرز يكذب هذا آخر تيليها المحز ما تيليها منا صاي درنا لقطة ولا جوج تاع شايبي، هذيك شوية تاع شايبي ولا بالرحمة تحركوا جوج تحركات وصاي. تاع الشعب اللي يقول لك بلايلي خير، وبلايلي ملي كان قلتو بلايلي ياكل البولا، بلايلي عايش في البينارتي، عايش في الكاري دي زويت، مشي قلتوها دروك بيع جاكم الحنين لبلايلي باسكو ما كانش خطة لعب، ضيعنا سنوات مع هذا المدرب. المدرب هذا همه هو السالير وليزافر تاعو افريك الناسيونال، همه هو ترضية عصابة سيدي موسى. هذا هو رئيس عصابة سيدي موسى، قلناها هو اللي عين رؤساء الفاف. وما زالت ضربات الموجوعة غادي تصرى في قادم الأيام في كواليس الكاف، وتتفكروا كلامنا اللي كنا نقوله لكم. تحاوشوا تاني يرقدوا الشعب بلي غادي يجيب قويري وغادي يجيب فلان. يا وتجيب قلت لك ميسي ما تمشيش. مدربين كبار في العالم ما مشات لهمش، زيدان طرواليك دي شامبيون ما مشات لهش، مورينيو ما مشات لهش. وين غادي نروحوا بكم؟ وين نروحوا بكم؟ ما عندناش وين نروحوا بكم خاوة. لازم نفطنوا، لازم نكون مصلحة المنتخب الوطني فوق كل شيء. ما راش المنتخب ملك لي بالماضي او ملك الكلون فلاني والكلون فلاني، هذا ملك كل الجزائريين. صاي 5 سنين تعبت، 5 سنين هما قاضبين المنتخب الوطني اوتاج، مركز سيدي موسى اوتاج، يعينوا رؤساء الفاف خايفين من المحاسبة. ويجي الهايش يقول خط احمر خط ازرق خط ازرق خط عمار بوزوار. هذا الناخب رجع علة على الجزائر.
بسالير انكرويابل، سالير خيالي، 5 ملاير و6 ملاير في الشهر و50 ملاير في الشهر تاع موبيليس. اللي ستافتي غير ستافتي عيدي فايت مليار في الشهر، والمدرب تاع تونس يدي 200 مليون في الشهر بزوج دورو. اللي خصه جلال القادري 15 يوم تاع بالماضي في العام، ودوك يروح لقطر ولا يروح لدبي ولا يروح سيبال باري، ما يجيكم في شهر سبتمبر والهاشم اللي يشوفوه يفتخروا، ماشي شيخ مولا يشوفوه صاين خلعوا بالماضي. الله يزيدكم دل على دل، ولكن الناس بدات تفيق. نحييها بهذا المنبر الاحرار، ولكن الهيشر قول لهم كملوا في الهيشر، بلا دخلتوها في حيط غادي تدخلوها في حيط، واللي الحادثه بقيه. 1 2 3 فيفا لاجيري.